بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، إليكم الوضعية الوبائية لكوفيد لآخر 24 ساعة، وفيها 41 إصابة جديدة، منها 9 من المخالطين و32 من الحالات المجتمعية، كما فيها 45 حالة شفاء، ولله الحمد لم نسجل وفاة لآخر 24 ساعة. إذن بلغ عدد حالات الإصابات إجمالا إلى 16168، منها 9013 من المخالطين، 188 من الحالات الوافدة، والبقية من الحالات المجتمعية. أما حالات الشفاء فعددها 16886، والوفيات 427 يرحمهم الله جميعا. الحالات النشطة اليوم 355، منها 300 بدون أعراض، 37 بأعراض خفيفة، و18 في حالة حرجة. الحالات الجديدة تتوزع على النحو التالي بين المقاطعات: حالة واحدة في كل من باسكن والنعمة وتنبتقى وقر وكيهيدي وألاق وبوقي وبوتيليميت وروسو، 8 حالات في نواذيبو، واحدة في المجرية، واحدة في سيدي بابي، حالتان في الكسار واثنتان في السبخة، 6 في تفرق زينة، 2 في دار النعيم، 5 في تيارت، 4 في توجنين، وحالة واحدة في عرفات. الفحوصات التي تم إجراؤها لآخر 24 ساعة عددها 970، منها 925 للتشخيص، تتوزع ما بين 647 من الفحوصات السريعة و278 من فحوصات PCR. وتتوزع الفحوصات على النحو التالي بين الولايات: 121 في الحوض الشرقي، 3 فحوص في الحوض الغربي، 66 في العصابة، 46 في غورغول، 30 في البراكنة، 47 في ترارزة، 16 في أدرار، 49 في نواذيبو، 10 في تقانت، 37 في قديماقة، 3 فحوص في تير الزمور، 99 في إنشيري، 397 في نواكشوط الغربية، 25 في الشمالية، و21 في نواكشوط الجنوبية. وبهذا يكون عدد الفحوص إجمالا وصل إلى 197,016 فحص، منها 169,860 من فحوصات تشخيص، تتوزع ما بين 129 و191 من الفحوصات السريعة، و 40,669 من فحوصات PCR. على مستوى المستشفيات تم إدخال 12 مريض جديد في آخر 24 ساعة إلى المستشفيات، من بينهم 7 بأعراض خفيفة و5 في حالة حرجة، كما تم إخراج 3 مرضى من المستشفيات. وتتوزع حالات الاستشفاء على النحو التالي بين المستشفيات: حالتان في كيفا، 2 في نواذيبو، 1 في زويرات، في كيهيدي 1، في ألاك حالة 1، في النعمة حالة 1، في مستشفى بوتيليميت 3 حالات، في مستشفى الأمراض تخصصات 7 حالات، منها 3 حرجة، في مستشفى الصداقة 4 حالات، منها 2 حرجتان، في المستشفى الوطني 14 مريض، من بينهم 2 في حالة حرجة، في مستشفى الشيخ زايد 14، منها 9 حرجة، في مستشفى الأمراض أمراض القلب والشرايين 5 حالات حجز، منها 2 حرجتان. وبهذا يكون مجموع المرضى المحجوزين في المستشفيات 55، من بينهم 18 في حالة حرجة، ليشفي الله الجميع. وبهذا يكون إجمالي حالات الحجز جراء كوفيد وصل إلى 2136، منها 1755 بأعراض خفيفة، و381 كانت لديهم حالة حرجة، وتم إخراج 1658 مريض بعد الشفاء من كوفيد. Chers citoyens, la situation épidémiologique des dernières 24 heures, marquée par 41 nouveaux cas, dont 9 cas contacts et 32 communautaires, également marquée par 45 guérisons et, alhamdoulilah, on n'a pas enregistré de décès au cours des dernières 24 heures. Ainsi, le total de cas a atteint 16 868, dont 9 013 de contacts, 188 de cas importés et le reste des cas communautaires. Le nombre de guérisons à lui atteint 16 086, alors que les décès sont au nombre de 427. Les cas actifs ces jours sont au nombre de 355, dont 300 sans signe, 37 avec des signes légers et 18 en situation grave. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Muqata'a:
ان كا دان لي مقاطعة سويفانت باسكنو نيما تمبدرا غيرو كايدي عليك بوغي بوتيليمي تروسو دان توت سي مقاطعة ان كا انوادي بو ويكا مجيريا ان اسيلي بابي ان اوكسار دو كا سبخا دو اتفراغزين سي كا دار ناين دو اتير 5 توجونين 4 اي ان كا عرفات. Le total de tests effectués est de 970, dont 925 de diagnostics répartis entre 647 tests rapides et 278 tests de PCR. La répartition par région est la suivante, 121 au Haut-Sharqi, 3 au Haut-Larbi, 66 à Nassaba, 46 au Gorgol, 30 au Brakna, 47 au Trarza, 16 à Nadrar, 49 à Nouadhibou, 10 au Tagan, 37 au Guidimaka, 3 à Tirzumour, 99 à Nishiri, 397 à Nouakchott-Ouest, 25 à Nouakchott Nord et 21 à Nouakchott Sud. Le total de tests a ainsi atteint 197 016, dont 169 860 tests de diagnostic répartis entre 129 191 tests rapides et 40 669 tests de PCR. Au niveau des structures hospitalières, il y a 12 nouvelles hospitalisations, dont 7 avec des symptômes légers et 5 en situation grave. Et on a sorti 3 malades qui étaient hospitalisés. La répartition des hospitalisés entre les structures est la suivante. 2 à l'hôpital de Kifa, 2 à celui de Nouadhibou, 1 à Zouerat, 1 à Kaïdi, 1 à Leg, 1 à Nema et 3 malades à Boutilimide. Au centre hospitalier des spécialités, on a 7 malades hospitalisés, dont 3 graves. Au centre de l'amitié, 4 malades, dont 2 graves. Au centre hospitalier national, 14, dont 2 graves. À Cheikh Zayed, 14 malades, dont 9 graves. Au centre national de cardiologie, 5 malades, dont 2 graves. Ainsi, le total de malades hospitalisés ce jour est de 55, dont 18 en situation grave. Ainsi, le total d'hospitalisation depuis le début de la pandémie a atteint 2136, dont 1755 avaient des signes légers et 381 étaient en situation grave. Et on a sorti 1658 malades après leur guérison. Sur ce, je vous remercie et à demain, Charles.